السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي ديال السبانخ. كيجيو بصراحه زوينين بزاف. انا هنايا راه عندي سبانخ كانوا عندي كونجولي، ها هما. الا خديتهم طريين كتاخذوهم طريين كتقطعوهم هكذا، ما كتقطعوش بزاف، كتقطعوهم غير هكذا كتقردهم حيت اصلا كتذوب. المهم انا عندي هنايا كونجولي استعملتها، بس هاني شاف كوكوط باش غنرد هاني شاف في الاخر. ها هي صافي، انا عندي هنا السبانخ هما مقطعين، غنستعملو معاها ان شاء الله الثومه، وغنستعملو معاها الملحه، التحميره، الكمون، شويش ديال الخرقوم، وشويش ديال الابزار، ها شويه ديال الابزار، وغنستعملو معاها الحامض مصير، الحامض مصير والزيتون. انا ما عنديش الزيتون ما غنديروش. المهم انا هادشي هو اللي، المهم هادو هما المقادير اللي كنستعمل. انا ان شاء الله غنبداو نديرو معلقه صافي، غنستعملو معها زيت الزيتون وزيت نباتيه. انا غندير الثومه هنا، هي الثومه كنقول لكم دائما يعني العطريه كتبقى عندكم ميزانكم، يعني واخا نعطيكم المقادير على حسب الكميه اللي تستعملوا نتوما كديروا على حسابها العطريه. غندير التحميره معلقه اخرى، التحميره، كمون، غير واحد شويه ديال الخرقوم، ماشي بزاف، هي واحد شويه، صافي، وشويه ديال الابزار، غير واحد الطريقه ماشي بزاف، صافي، والملح. صافي غنديروا زيت الزيتون وزيت نباتيه صافي، وغنضفها فوق البوطه. ما كنديروا لا ما لا والو، حيت هي كتطلق الماء ديالها، كطيب غير في الماء ديالها. وانتم غتكملوا معايا ان شاء الله وتشوفوا معايا كيفاش كتجي. ان شاء الله كتجي صراحه بنينه، يعني الواحد يبدل هكذا. كاينه البقوله، الرجله، يعني حتى هذه كتجي زيبينار كيجيو واعرين. المهم انا غنضفها طيب وانتم تشوفوا معايا كتجي. صافي انا درت لها زيت الزيتون وزيت عاديه زيت نباتيه، وغنردها فوق البوطه. الحامض مصير ما غنديروش دابا، يعني حتى تطيب شويه هكا عاد نديرو، باش كيبقى شاد ديك الحموضه ديالو كيطلق فيها. يلا انا نرد ان شاء الله فوق البوطه طيب. تطلق الماء شتي، ما كنديروش فيها كاع الماء، راه هي كطيب غير داك الماء ديالها بحال هكا. صافي كنخليوها كنخليوها فوق البوطه مره كنحركو حتى كتشرب الماء، داك الماء مزيان. انا دابا غنقطع الحامض وغنزيدو معاها حامض مصير صافي، ونخليه كما قلت لكم. اللي بغى يزيد معها الزيتون كيزيد معها الزيتون، انا ما عنديش الزيتون فيها، ندير فيها غير الحامض صافي، وغنخليها طيب. ومن طيب ان شاء الله نقدمها لكم تشوفوا كي كتجي. سبانخ كيجي هكا، كيجي زوين، وكنرافقو به كاع الاطباق ديالنا المغربيه، ومع القطنيه كيجي زوين، الحوت، يعني كنرافقو به كاع الاطباق ديالنا المغربيه كيجي زوين. وبصحه والله، ولا عجبكم كنتمنى تجربوه، وما تنساوش ديروا لي لايك وتخليوا لي كومونتير. واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي مرحبا به، اشترك، وكنتمنى نكون فدتكم، وشكرا بزاف.